في دوري كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم. نرجو لكم مع المباراة وقتا طيبا وممتعا إن شاء الله. شكرا وإلى هناك. العمار اللي طالع الجناح الايمن صاحب كره لاعب نشيط مررها للثريان ملعوبه بتمر امام خالد نفيسه بالراس ليوسف هذا يوسف الثنيان لخالد للثريان ثنيان بيسدد خطيره في المرمى جول جول هدف هدف جميل هدف جميل يوسف الثنيان كرة من يوسف الثنيان قوية على يمين الدعية شوف يوسف الثنيان هديفة على يمين الدعية من يوسف الثنيان وهدف هلالي أول شوف هذا يوسف حاول فيها خالد النفيسة يوسف عدى ولعبها قوية أرضية على يمين الدعية هدف هلالي أول من خارج الثمانتعش سدد يوسف فيفي ماشي بيعدي النص مع عمار العمار يلعبها لسامي سامي بيحاول يعدي ضربة جزاء ضربة جزاء هذه التمريرة حصلها سامي وحاول يعدي من حارس المرمى وإعاقة لسامي داخل منطقة الثمنتعش وضربة جزاء صحيحة 100% ضربة جزاء ودعيع في المرمى صدها دعيع ولا يشوت سامي ويسجل سامي حطها سامي في المرمى هدف هدف الثاني من ضربة جزاء للهلال من سامي الجابر